وش رايك تعيشي وحدك ولا لا؟ لا نحب نعيش وحدي انا، انا ما نحبش الراجل، انا نحب نخرج وحدي، نعيش وحدي، نربي اولادي وحدي، نقدر نعيش بلا راجل. يحبوا يبينوا للناس باللي تقدر المراه تعيش بلا راجل، وتقدر تقدري تعيشي بلا راجل، بصح كي تولي انت راجل ويقدر الراجل يعيش بلا مراه كي يولي هو مراه. يعني هذا الامر حنا دوك الان البهيمه كي تجي تضحك علينا، رانا نخالفوا في الفطره، لازم الراجل لازم له مراه، والمراه لازم لها راجل. تسمى ما نكذبوش، راح حبينا نخرقوا الفطره، بدلوها كامل الحوار. وهذا الامر ينتشر عندنا في بلادنا، ولازم منا نحافظوا على المجتمع. عندنا حاجه ثمينه في بلدنا وفي المجتمع المسلم بكله، المجتمع المسلم عندنا حاجه ثمينه فقدها الغرب الان، وهي ماذا؟ وجود العائله، وجود اب وام وعائله ودفء العائله. هذوك الدفء تاع العائله هو الان اللي راه يحافظ لنا على الخير اللي راه مازال موجود في الامه، والامه مازال فيها الخير الحمد لله. نسأل الله يزيد منه.